عسلامة الناس كل، شاء الله تكونوا بخير. بنحاول نجاوبكم على السؤال، شنو هما المراحل اللي تحاول تعملهم قبل ما تتعدل الكود باش ينجح البروجي نتاعك في السوفتوير؟ معظم العباد يتيحوا في البياج انه ديريكت يمشي كودي، وفي وسط البارتي نتاع الكود يبدا يسال في اسئله نورمالمون يطرحهم من قبل وترسيل يعمل في دي شانجمون في الكود، وعادي في الاخر يخلط الفاز نتاع سايي الكود الكل ماشي فيه غلط وقاعد يبدل فيه برشا برشا برشا، هو بيدو ستريسي وكهو معناها الديزاين كله غلط. به شنو لازمك تعمل قبل ما تتعدل الكود؟ اول حاجه اللي هي الفاز نتاع الاناليسيس ولا نيتس جاذرينغ اللي هو الكوليكت دو بيزوان والاناليز دو بيزوان. دونك لهنا انت في نالمون قاعد تتوفر في لوجيسيال لعبد معين، نجم يكون طبيب، نجم يكون محامي، نجم يكون اكسبير كونتابل، نجم يكون اي حاجه في الدنيا. دونك الشخص هذاك لازمك تقعد معاه وتحاول تسمع اكثر من اللي تحكي، تحاول تسال اسئله اليوم كيفاش قاعدين تخدموا. اكيد فما طريقه يخدموا بها، نجم يكون ورقه وستيلو، نجم يكون اكسل. الطريقه نتاع اليوم في الخدمه هذيك قداش تخسر فيكم وقت، قداش تخسر فيكم فلوس، شنو هما لي ليميت نتاعها، شنو هما الحاجات اللي مش تعملوها بها، هي شنو هما الحاجات اللي تعملوها بها وتتعبكم على الاخر. تفهم هذا الكل ومن بعد تفهم البروسيس. اعطيني من الاول ملي يجيكم الانبوت ومنين يجيكم الانبوت وشكون يبعث لكم الانبوت، كيفاش قاعدين تجريو في الانبوت هذاك يدخل في السيستم نتاعكم، شنو قاعدين تخرجوا من السيستم هذاك. دونك فينالمون لازمك تفهم اش قاعد يصير اليوم مرحله بمرحله. معنا اذا عندك الاوبورتونيتي باش تمشي تقعد معاهم وهم يخدموا في الحاجه هذيك وتتفرج كيفاش قاعد يصير البروسيس فبيها. بعد ما تلم المعلومات هذه الكل وتحاول كما قلت لك تسمع اكثر من اللي انت تحكي، جوست تطرح الاسئله باش تفهم فاش قاعد يصير. كي تلم ليماج كامله دونك هنا انت لميت لي بيزوان دوكم الكل، باش تحاول تغزر لهم كدي زوبجي. هو بيدو معناها الطريقه نتاع اليو ام ال علاش هي منصوح بها، خاطر انت تو كان تجي تصور وحدك في حاجه ما تفيقش بروحك كيف تعمل مربع ولا مستطيل، تبدا تعمل في مستطيل وفلاشات في بلاصه قيم بعضها. دوك مش هي الفكره نتاع اليو ام ال، قالك دونك الناس الكل عندهم هكا توندونس انهم كي يجيو باش يبريزونتيو حاجه يعملوا دور واشكال ويبدلوا فيهم بفلاشات، اجا خلينا نعملوا لغه واحده باش كيما تصور انت الكارو كيما نصور وانا كيما نفهموا بعضنا الزوز. دونك هذيك الفكره الكل، ما هو العبد دو ناتور يصور دي كارو دي فلاش كيبدا يفسر في حاجه. دونك لهنا نتعداو لل اليو ام ال. دونك اول حاجه كيما قلت لكم اوبجكت اورينتد اناليسيس. دونك بعد ما نحكي لك هو الحكايه هذيك تحاول تغزر كل حاجه كاوبجي. دونك عندي اوبجي اللي هو المحامي، عندي اوبجي اللي هو الدوسي، عندي اوبجي اللي هو الكليون اللي مربوط بالدوسي. ديجا رانا بدينا نحكيو على ربط، نحكيو على اوبجي وغلاسيون بين لي زوبجي. دونك عندي محامي عنده دوسييت، الدوسي عنده كليون، الكليون هذاك عنده فيلدز نتاعو اللي هما اي دي نيم كذا وكذا، عنده دي ميثود نتاعو ما نعرفش شنو هما لي ميثود نتاعو باش يخلص ولا فما حاجات باش يصيروا. عندك الدوسي هذاك يكون مثلا ليه الكولابوراتور مع المحامي، فما شكون من دي كولابوراتور لاهين بيه الخ الخ. دونك هذا الكل ماذا بيك تخدموا على لوجيسيال ولا حاجه، معناها تشوف حاجه تخدم بها اليو ام ال، سينو مثلا تخدم مزروب ولا حاجه تنجم جوست تستعمل تابلت جرافيك كيما هكا تخدمهم على البينت ولا اي حاجه. ماذا بيك تخدمها على لوجيسيال باش تكون منظمه وعندك الهيستوريك وعندك التراس الكل باهي. دونك نتعداو لهنا لازم نعدي وقت بالقدا لهنا، معناها لازم نتناقشوا ونحاولوا نشالنجيو السوليسيون ونحاولوا نسالوا حتى الكليون تاعنا على شنو هما الفيتشر اللي نجمو نجيو في المستقبل باش نحاولوا نعملوا ديزاين يكون قابل انه يتطور في المستقبل. فهمت؟ دونك نحاولوا نعملوا حاجه مش تقف لهنا وماهيش قابله انها تتطور، لا نعملوا حاجه قابله انها تكون فليكسيبل واكستنسيبل في المستقبل. به من بعد باش نبداو نتخيلوا في اليوزر اكسبيرينس واليوزر انترفيس. اليوزر اكسبيرينس لازمها تكون مستوحاة من السيد اللي باش تعطيه اللوجيسيال، ما تبداش انت تتخيل فيها وحدك، خاطر هو غدا باش يحل اللوجيسيال وهو لازم يكون مرتاح معاه، مش انت تبدا تقسيه هو تبدا وحدك تتخيل في اليوزر اكسبيرينس. دونك هنا اذا معاكم اكسبير في اليو اكس ديزاين فبها، اذا ما عندكمش، انا واحد من الناس مثلا تعلمتها في الخدمه خاطر تختلطت بالبرودكت اونرز، تختلط بيهم تقرا السبيك نتاعهم تفهم كيفاش قاعدين يخدموا، مع تقرا شويه في الانترنت راك باش تفهم هكا، ماكش تولي اكسبير كيفهم هما، لكن باش تولي قادر تخرج حاجه. كيف ماكش مطالب تخدمها على سوفت وير كيما الفيجما مثلا، نجم تعملها على البينت، تصور دي كارو، تصور دي ريكتانجل، كعبد ديبيوتون معناها، خاطر انا قاعد نواجه في رسالتي حتى الاتيديون يحب يخرج سوفت وير،
وما عندوش الامكانيات باش يجيب ديزيكسبيري يخدموا معاه. قبل ما تبدا تكودي تصور كل شيء نوار سور بلون، توريه للكليون، تقول له اغزر لي اللوجيسيال تاعنا باش يكون هكايا، باش يكون عندنا من الاول لوجين، عندك فورغيت باسورد اللوطه، عندك هوم كي تدخل من الاول، عندك ليست دي كومباني ولا ليست دي كليون تاعك، هاو البوتون لهنا هذا. قبل ما تفاليدي قبل ما تبدا تكودي لازمك توصل مع الكليون توريه اللوجيسيال كله كيفاش باش يكون. معناها عادي باش تعمل 50 ولا 30 تصويره، تقول له تنزل هنا يهزك لهنا تك تك تك، توريك كيفاش باش يكون السوفت وير. اون فوا هو فاليد اليوزر اكسبيرينس قال لك هذايا ترتحني، ماهيش معقده بالنسبه لي انا، ولا ماهيش كالحاجه اللي ما نجمش نستعملها. اون فوا فاليديها وقتها نتعدل الكود. الكود مانيش بنحكي عليه توا خاطر السؤال كان اسونسيال مو شنو نعمل قبل ما نبدا نكودي. شكرا لكم استفدتوا من الفيديو، اذا عندكم راي مخالف نجم تحطوه في الكومنتير بكل احترام نجاوبكم ونتناقشوا ونجم نثريو بعضنا. اذا انت مازلت ديبيتون تصبر تجاه مع اصحابك ويستنفع الناس الكل.